صباح الخير. أول مكان للعشت فيه اليوم هنا دس فيه الخيمة. سيكيري تراوض نوا. وصلت هنا بالليل، معطر بالليل، ماشي السبعة ونص ديال الليل. وصلت ماشي السبعة ونص ديال الليل، كاين واحد القهوة هنا فد هيا هنا. المهم هاد البلاصة هادي هي بحال فيرما، بحال فيرما كبيرة كيزرعو فيها، يعني فيها ريزيدونس من الرجالة اخرى، فيها ريزيدونس ديال الناس اللي خدامين هنايا، خدامين في داكشي ديال كيزرعو هداك هداك اللي بحال النخل، راه كتصورتو من قبل، راهو هداك اللي بحال النخل كيزرعوه هنا. صافي جيت كانو القهوة عامرة، كانو فيها الناس كيتفرجو، بقيت نتسنى تا خوات كلشي مشى، بنادم مشى ناس. وانا نجي لهاد البلاصة هادي، ما بقى لا سيكيريتي لا والو، تا جيت ودرت الخيمة هنا. عاد في الليل ويتم جاي السيكيريتي ولقاني، لكن ما هدرش ظريف، قلتلي اشنو كاين راه معنا، بقيت كنتسناه ما جاش. صافي ما جاش وانا نجي هنا. صافي ونهار ومن بعد هو يجي واحد اخر عاوتاني، واحد اخر معاه، جاب معاه واحد اخر. هذاك الاخر قال لي حاول تحول، قال لي تمشي من هنا سير لديك البلاصه الاخرى الهاخ. هذيك البلاصه لا، قلت له انا هنا تبقى هنا بنت نويس. قلت له انا دابا راه درت لاطون، درت كل شيء، قلت له ما يمكنش انا نبقى نحيد هذا الشيء عاوتاني ساعه ونتحول عاوتاني الهاخ. بحال هنا بحال لي زعما لي، بحال هنا بحال لي، ما كملش 100 متر. قلت له صافي نبقى هنا. هو عيط الشاف ديالو، صافي الشاف ديالو هدرت معاه دريف لامور دار، قالي صافي مرحبا بيك هاديك. دازت شي نص ساعة و ميتمو جاينا هاديك الطونوبيل. أو علاش مدخلتيش لداخل؟ قالي علاش متنعسش لداخل؟ زعما في الداخل ما كاين واحد البلاصة لداخل. قلت ليهم بحال بحال، قلت ليهم هاديك الوقت راه مكان تا واحد هنا مني جيت هنا، دا مسالا الماتش كلشي غبر. انا ما بغيتش ديك الوقيته ديال الماتش، بنادم يعرفك بغيت نعس هنا وداكشي، تولي شويه خطر. كيزرعو هذاك اللي بحال النخل، كيزرعو بزاف هنا، راه الشركه راه خدام فيها بزاف ديال بنادم. وهذا ماشي نخل هذاك، ماشي نخل بحال هو نخل، هو كيبان نخل طالع نوع من النخل، ولكن ماشي نخل، ما كيعطي لا تمر لا لا كوكولا والو. مشكل هذاك سيدي، هذاك كيصايبو به بزاف ديال الحوايج، كيخدمو كيصايبو به شي حوايج صناعية، وكيما سولتهم كيصايبو به شي حوايج صناعية، كيصايبو به الحوايج، كيصايبو به هذاك الشي ديال الماريتيم ديال البحر، كيصايبو به الحصير، كيصايبو به القنب، كيصايبو بزاف ديال الحوايج. تنزانيا من الدول الاولين بداو كيزرعو هاد، هي والبهاماس هما من الدول، هاد جوج دول هما الاولين بداو كيزرعو هاد النوع ديال النخل هذا. من بعد دابا ولاو بزاف ديال الدول الافريقية، موزمبيق، انغولا، جنوب افريقيا، لا موزمبيق، انغولا، وشي دول اخرين ولاو كيزرعو حتى هما. يعني هذا يعني كيصايب صنعوا منه بزاف الحوايج الدخل هذا. انا ما كنتش عارف هاد القضيه هذه. غادي نجمع الخيمه، لقيت واحد المره صايب فطوري تما، راهي تما كطيب تشاباتي، فقت مع السماح لقيت خدامه كطيب تشاباتي واتاي. غادي نجمع الخيمه وغادي نمشي نفطر عندها. كنت مع اول باغي نطيب فطور، ساعه ما بانت لي السيده غادي نمشي نفطر عند احسن. الصباح تقريبا دابا الساعه 12، دابا ضربت شي 16 كيلومتر هاد الصباح تقريبا.
وصلت واحد الكروازمون هنايا ولا برونشمون، كاين الطريق اللي من غادي شالينزي مورغورو دار السلام، هادو كنت فيهم هاد شالينزي مورغورو دار السلام، دزت منهم شحال هادي شهر واحد وشهر جوج. دابا انا غادي نمشي لهاديك طانقا، غنكمل نيشان من هنا. هو الطانقا من هنا لكينيا بعيدة، طانقا بعيدة على كينيا بشي 70 كيلومتر هكاك ولا 60، ولكن مازال ما عرفتش امتى غندخل لكينيا. كينيا دابا خاص غير تيست ديال كورونا ودخل، ولكن انا مازال ما عرفتش تقريبا امتى غادي ندخل. مازال طنزانيا ما باش طلقنا نقدر الشهر الجاي ولا شي حاجه، دابا نصف الشهر واقع على الشهر الثاني، نقدر شهر 10 ولا شي حاجه البدايه ديالو ولا شي حاجه. مازال طنجة دابا تقريبا والله ما عرفتش 100 كيلومتر هكاك ولا شي حاجه، المهم في هذه الحدود. لا طنجة مازال لها 72 كيلومتر، وهورو هورو هو الحدود ديال كينيا مازال لها 136. نسيت انا ما كنت داكا في الكيلومترات مع الصباح مني فقط كانت 90، يعني من البلاصه اللي بديت منها 90 كيلومتر يعني، و دابا 72، دابا ضربت 16 كيلومتر 18، والحدود مازال لها 136 كيلومتر. الطريق كتبان زوينه هنايا غاديه من هنا، الطريق ديال دار السلام خليتها غاديه من لها، غنشوفو الطريق كيفاش غتكون. انا دابا في واحد الفيلا سميتو هالي ولا هيلي بحال هكا ولا هيل، المياه تجري وشجر الكوك ولا الكوكو، هذا شجر الكوكو كامل اللي هنايا. هذا هو هيلي فيلاج، هيلي ولا هيل، واحد المسجد هنا، منطقة أغلبية مسلمين هنايا. يا رفيقي أباري يا سانتي أنا أبي تانغا كتنقط دابا كما كتشوفوا الجو مغمم، واحد الدخان راه هو من طالع من واحد الجبال، شي غابه كتحرك تمايا. فيلاج كبير شويه هذا، الطريق هنا ولات زوينة من هذيك البرونش مول طانقا خاوية، مكاينش كاميوات بزاف، كيران ورميك، لأن أغلبية كيمشيو دار السلام. أنا هذيك الطريق كدي من دار السلام عروشة ولا من دار السلام لطانقا، كاين طانقا مكيمشيش ليها بزاف، شي بحال عروشة. الطريق هنايا زوينه مقادينها مزيان، هنايا عندك هاد البلاصه فين كتمشي، من بعد كتصغر شويه ولكن مزيانه كتبقى لك امبو. هنا كاين شجر الكوك بزاف، راه هو الكوكو. Mm-hmm.
خارجين من المدرسة؟ لا كنصري ديشان جرا. ها؟ شي مرة هزين شطاطب كيشطبوا المدرسة. راه واحد هز راه. مامبو مرحبا. كيديروا النوبة. كل مرة شكون اللي كيشطب؟ كل مرة واحد كيجيب معاه الشطابة. كاين هنا الليمون، المونغ، باباي، الليمون فين طيح؟ هذا الشجر ديال الليمون على ما أظن، نعم، إنه الليمون، يتساقط هنا، يكون خسر. يجي من الطريق هاد الشي هادا، طبيعة الحال راه ديرو دوك الناس، دا كان مدايرين يعني مخصناش نحيدو ليهم شي حاجة، وإنما هادشي اللي طايح في الأرض، هادشي اللي في الأرض ديال الله، شي مشكلة، نحاول نحلو غادي، تبان خفيفة، الليمون عندهم. ماشي بحال ديال المغرب تاع القيل عام ربع بالماء البنان كلها ها كصابة تي ناجو واقع شحفان هنا موجود الماء ولكن ماشي بلاصة الليمون هذا افريقيا كامله فيها الليمون معين غير المغرب وجنوب افريقيا كامله ومصر وقيلا الجزائر اما الدول الاخرين ما كيصدقش ليهم الليمون جنوب افريقيا حتى هما عندهم شي ليمون رائع حتى هما كيسطروا العالم كامل كامل شو كيدير هذا ناشف أريان في لما داخل وداخل شي وحده مزيانه هنا كامل عيان هذا اللي طيح كامل عيان كاين في الشجره ولا فين بيناش نحيدو ليهم من الشجره انه هادشي ديال موالي هادشي هذا زارين تبارك الله بزاف هذا البابايا جنب الطريق حتى هي ها واحدة اخرى هاد البلاصة هادي راه عامرة حناش والله العظيم هادشي اليوم شحال من حناش لقيتو ميت في الطريق الواد من ديز ليمون بركان هاد الطريق هادي دايره بحال ديال الموزمبيق يعني الطريق الرئيسية في الموزمبيق دايره بحال هكا تاهي كاملة أشجار ديال الفواكه وجو فيها بحال هكا كتلقى الجبال من هنا بعض المرات تلقى الواد هنا ودايره تماما بحال هكا تاهي يعني فيها الطلعات النزلات الطريق هنا زوينه
ماشي بلا كامل يعني كتلقى طلعه نزله شتيها بحال هكا تطلع تنزل طلعت تنزل ما كتحسش بالطريق. واحد مامبوليو اخر هنايا راهي واحد الفيلاج هنا سميتو مامبوليو كنت دزت على واحد الفيلاج اخر قريب من اللي شفتو يعني السيمانه اللي فاتت سميتو مامبوليو تا هو هيق. كاينين جوج هنا سميتو جوج فيلاجات في تنزانيا سميتو مامبوليو هذا وكاين الاخر كاين واحد سميتو مامبو كاين مامبو فيو يعني مامبو فيو هذيك البلاصه اللي كيشوفو منها الجبل من الفوق وكاين مامبوليو مامبوليو يعني فيلاج اخر وكاين هذا تا هو مامبوليو. دابا الطريق مازال تقريبا لطانكا شي 50 كيلومتر هكاك ولا انا ما نوصل حتى لغدا انا غادي دقه دقه دابا نشوفوا البلان كيفاش غادي يكون داير واش غادي نوصل غدا ولا يبان لي البلان شي طريقه اخرى ولا الله ما عارف لا غادي دابا المهم البلان هو طانكا دابا حليب والعطرية بحال القهوة مع الطرا عندنا هنا ولكن هذا ما فيش القهوة فيه غير الحليب والعطرية ولكن نفس المذاق يعني القهوة مع الطرا. على حساب كل اللي كيدير فيه العسل وكل اللي كيدير فيه السكر. كتشوفوا هنايا كيحط هنا قرعة ديال العسل عسالي كل اللي كيخلط معاه العسل بزاف كيديروا معاه العسل ولا دير معاه السكر. كاين هنا الزريعه ديال القرعه كاين هنا كاسافا كتنسى عليه سميتو بالسواهيليه. عندنا هنا الكوكو هو هذا الكوكو صغير راه هو الكوكو كبير هنا كوكو والبنان هنا هذيك حلوه هذا بحال كاشاتا هذه الحلوه كيقول لها كاشاتا هذه كيك ايش هذه كيك بحال حلوه دايره بحال الشكل ديال مادلين لكن ماشي مادلين بحال زارعين هنايا الكوكو بزاف راه هو الشجر ديال الكوكو هذا كيسواحيلي كيسواحيلي مباتا كوكو كيقولوا ليه مباتا راه هو الشجر ديالو كاين بزاف هنا في هذه المنطقة مامبو كيف كيبيعوا هذوك اللعيبه حتى هما يا كيبيعوا الدري الصغير هذوك زنجلان والعسل زوين هذه كناخذها من جو يا بوغي
زنزلان كواري ديال زنزلان ولا صافي mbilimbi tunaita mbilimbi mixer for meat dagaa fish na changanya na some coconut fresh kabisa mbilimbi ah di bamia ba no bamia no bamia mbilimbi mbilimbi ya mbilimbi the same rainbow kama limao kama limao na chachu kama limao chachu kama hakuna limao kwenye mboga unaweka hii inakuwa mix yake kama ndimu ya unga limao nika arafa dibla arabi zaiba mdogo acha hamda hadi wal hamda حميضة والله المهم حامضة اي تاكو سي مامبي تاكو امبوا ايونا ليماو يا ميك يعني ميك يعني ميكس لازا ياك يعني لازا ياك كما ليماو بحال ملقمة بحال شي حاجة مخلطة مع الليمون مع الحامض يعني بالمغرب شكون الحامض الناس مسلمين هنا بزاف هنا فاضي لا في غدا ثاني قال لي كل ده سكنا سكنا نسيم بقى وصلت دابا لواحد المدينه صغيره سميتها مويزاق هي هادي غادي نخلي الكودرون راه هو غادي تانغا تقريبا بقات لها شي 30 كيلومتر ولكن انا غادي ندخل مع هاد البيست هادي بان ليا بلان في هاد البيست هادي غادي نمشي معها غادي ديني لواحد المدينه سميتها بانغانيك البحر حتى تانغا جات على البحر غير هو انا غادي نمشي لبانغانيك واحد المدينه صغيره تقريبا شي 45 كيلومتر مع كل 46 ومن بعد عاد غنمشي لطانكا غتبقى طانكا عاوتاني شي 51 كيلومتر هكاك من بانكاني لطانكا يعني تقول شي 100 كيلومتر يعني اللي غادي ما بيش نمشي نكمل مع الطريق غنحاول انني نمشي على البحر غتكون الطريق زوينه هذيك
غنمشي للطانكا اصلا طانكا غادي نبقى فيها تما يعني مشي للطانكا صافي غادي نبقى تما يعني من هالحدود قررت غادي ندخل مع هاد الطريق هادي باش نطول الطريق شويه ونشوف البحر في هاد الجهه هادي تكون الطريق غادي من بانغاني دابا كاينه 45 كيلومتر مع البحر باش نوصل للبحر ومن بانغاني لطانكا كاينه تقريبا 51 كيلومتر غاديه كامله على البحر يعني غتكون طريق زوينه ودابا جاتني بياسه مع وصلت هنا مع نزلات الرويده ما عرفتش الصراحه هاد البياسه كيفاش منها جات والظلمه دابا غدا طايح تقريبا دابا الساعه 6:30 يعني خصني نقعد بالخف ونكمل الطريق ندخل مع هنا مدينه ما كاينش في غادي يعني صعيب نلقى فين غتبات غادي ندخل مع هاد البيس غادي نقعد دغيا ونكمل مع هاد البيس هادي ونشوف شي بلاصه نعس فيها ان شاء الله جاتني حتى للمدينه ودار فيها بياسه ومع الوقت ديال المغرب بدا كيطيح الظلمه كاين واحد السيكليس هنا ما فهم والو حتى وقفت حداه نزلت في البيكالا ونزلت بقى كيقول لي داش كيدير ما عرفتش راه عندي ماتيريال تاع انا واحد جا كيطال لي ما فهم والو كيقول لي تخيل جبتني هاد الحرام حتى المدينة ودرت عليا في شي فيلاج كون عاست فيه كاين ماشي مشكل فيها خير ما عرفنا شنو بقات نقادو بالخف ما فهم والو كتبان لي بومبا صغيرة كيقول لك خينا هذاك Digo. صايب البياسه دابا مع صايبتها مع طاحت الظلماتي ربع ساعه باش قادي شافتي راه طياره قلبت البنو واش فيه شي شوكه شي حاجه ما فيهش لقيت البياسه صايبتها خاصها ما تكونش فيه مع الزربه خاصها ما تكونش شي شوكه ولا شي حاجه اخرى اللي مازال في البنو تعاود لي شي بياسه خاصني دابا نكمل الطريق واخا طاح الظلمه والبيست هنايا المهم غادي نطلع من هاد الطريق هادي ونشوفوا فين غادي يكتب لي ان شاء الله الناس اليوم